ضرب صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لهذه الدنيا بهذا الحديث العجيب في الألفاظ. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين، جلس صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، وفي رواية: من بركات الأرض. قيل: يا رسول الله، ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه يوحى إليه، فأزال عنه الرحضاء، وهو العرق الكثير، سمي بذلك لأنه يرحض الجلد لكثرته، وفي رواية الدارقطني: فأزال عنه العرق. ثم قال: أين السائل؟ كأنه حمده على هذا السؤال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الخير لا يأتي بالشر، وفي رواية: الخير لا يأتي إلا بالخير، وعند الدارقطني: الخير لا يأتي إلا بخير، الخير لا يأتي إلا بخير، الخير لا يأتي إلا بخير، وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو هي خير؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما ينبت الربيع مما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتدت خاصرتها، وفي رواية: خاصرتها بالإفراد، استقبلت عين الشمس فثلطت، وضبطت بكسر اللام، ثلطت فثلطت، ثم اجترت وبالت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه فنعم الصاحب، وفي رواية: فنعم المعونة، فنعم الصاحب، إن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، ومن أخذه بغير حقه فكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان شهيدا عليه يوم القيامة. هذا الحديث لنتأمل ما فيه من فوائد. جلس صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، قال ابن حجر رحمه الله: وهذا يدل على جواز الخطبة على المنبر في غير يوم الجمعة وجلوس الصحابة حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أخبر عما سيكون فكان ووقع، فانفتحت على هذه الأمة الدنيا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أخاف عليكم، انظروا، من هنا ليست للتبعيض أو للتقليل، لا، للتكثير، يخاف كثيرا. لرواية أخرى: إن أكثر مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم
من زهرة الدنيا وزينتها. سبحان الله، كأنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بمنزلة الأب لكم. والأب يحرص على أن يكون غنيا حتى يبقى المال الكثير لأبنائه، فيقول: أنا على خلاف ما يذهب إليه الأب من الحرص على جمع المال لأولاده، وإنما أنا أخالف طريقة الأب، فأنا أخشى عليكم من الغنى. بينما الأب الآخر من النسب إنما يخشى على أولاده من الفقر بعده، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يخشى على أمته لأنه بمنزلة الأب الرحيم لهم من الغنى. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فماذا قال؟ أهو خير؟ أخير هو؟ قال: أخير هو، يعني هذه الدنيا ليست خيرا. لما؟ مع أن الله عز وجل سمى المال خيرا باعتبار ما يؤول إليه، لكن الغالب من الناس إنما إذا ملك المال أنفقه بشره وإسراف على شهوات الدنيا وعلى ملاذه وعلى معاصي الله، ومنع حقه مما أوجبه الله عليه. قال: أو خير هو؟ ثم حمد السائل، لأن من يسأل سؤالا طيبا يحمد عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما ينبت الربيع، الربيع هو الجدول، النهر الصغير، تنبت حوله الأعشاب الخضراء النيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخاف عليكم من زهرة الدنيا، سماها زهرة لأن الزهرة تروق للناظرين وتشم ويستمتع بها، لكن حدثوني بربكم، أتبقى تلك الزهرة أم تفنى؟ تفنى تلك الزهرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما ينبت الربيع. ومن هنا أيضا للتكثير، كما قال ابن حجر رحمه الله لرواية: إن أكثر ما ينبت الربيع، إن مما ينبت الربيع مما يقتل حبطا أو يلم. الحبط هو انتفاخ البطن، أو يلم أي يقرب من ذلك، بمعنى أن الماشية إذا رأت هذه الأعشاب التي حول الجدول فإنه يروق لها حتى تأكل منه كثيرا، ولا تستفرغ فينحبس في بطنها فينتفخ بطنها فيقتلها هذا الربيع، أو يلم أو يقارب أن تهلك هذه، إلا آكلة الخضر، وفي رواية الخضرة، وفي رواية إلا آكلة الخضراء. وقال هنا إلا وضبط ألا آكلة الخضرة، أكلت من هذا النبت مما أكلت منه تلك الدواب. وقيل إن هذا النبت نبت آخر ليس شهيا بتلك الشهية، وإنما اقتصرت عليه، إلا آكلت الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها وهما جانب البطن ما استمرت في الأكل. وهذا هو تمثيل لحال ابن آدم في هذه الدنيا، حتى إذا امتدت خاصرتاها فلطت، يعني أخرجت ما في بطنها واجترت، أخرجت ما في كرشها إلى فمها لتمضغه مرة أخرى حتى يعود إلى بطنها رقيقا سهلا. ثم في رواية: عادت فأكلت. وهذا مثل لابن آدم الذي اقتصر على ما قل من هذه الدنيا، فإن هذه الدنيا لن تهلكه، لكن إن استمر
على الشره والجمع والحرص وأصبحت الدنيا همه، فإن حاله يكون كحال تلك البهائم التي أكلت كثيرا فهلكت أو قاربت على الهلاك. ولذا ماذا قال بعدها؟ قال: وإن هذا المال حلوة خضرة، حلوة من حيث الذوق، خضرة من حيث النظر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: جامع المال بين لذتين، إما لذة بهيمية أو لذة وهمية. يقول: من يجمع المال هو بين لذتين، إما لذة بهيمية بمعنى أنه يجمع من أجل أن يأكل ويشرب كحال البهائم، وإما لذة وهمية فإنه يظن أنه كلما جمع مالا كلما توهم أنه يكون سعيدا، وكلما امتلأت الأرصدة ظن أنه بذلك يكون سعيدا. ولذلك قال هنا: إن هذا المال حلوة خاضرة، وسماه صاحبا، فنعم الصاحب، وفي رواية: فنعم المعونة. لمن؟ قال: لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. ثم مبينا الصنف الآخر قال: ومن أخذه بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. قال ابن حجر رحمه الله: يحتمل أن هذا المال يبعث يوم القيامة فيتكلم وينطق ويكون شهيدا على صاحبه. هذا من أعظم الأمثلة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الدنيا.